تحتفل جامعة البحرين اليوم بتخريج الفوج 23 من طلبتها. الحمد لله اليوم تخرجنا من جامعة البحرين بعد سنوات طويلة من جد والاجتهاد، إن شاء الله نكون نخدم بلدنا ونكون يعني حملت شهادات عليا إن شاء الله. طبعا اليوم فرحتنا فرحتين، فرحة أن تخرجنا من جامعتنا الوطنية الراقية، وفرحتنا أن هذا ثمرة التخرج ما ضاعت، فإحنا اليوم موظفين في مؤسسة جدا راقية وعريقة مثل صحيفة الأيام. شعوري بالفرحة طبعا، والحمد لله احنا سعيدين بهذا اليوم. حليوة لمة الزملاء، لمة الأصدقاء في حفل التخرج، وإن شاء الله من هذا الماستر إن شاء الله. الحمد لله على كل حال، يعني تعب هالسنين نشوفها بين يدينا الحين، وإن شاء الله للأفضل بإذن الله. شعور لا يوصف صراحة، دائما لذة التخرج تكون مختلفة عن أي لذة ثانية، يعني أنت مهما حققت من نجاحات في حياتك لكن يبقى التخرج من الجامعة لذة خاصة جدا. جامعة البحرين علمتنا وايد، جربنا وايد فيها، تعلمنا بالضبط وايد، فأحلى شعور. أنا يمكن من الناس اللي عمرت دخل جامعة البحرين، لكني أنا وصلت، المثل يقول من جال نال ومن زرع حصد، وهذا اليوم الحمد لله احنا وصلنا. نشكر جامعة البحرين على كل جهد ابذلته في سبيل الارتقاء بطلبة العلم في جامعة في البحرين بشكل عام. طبعا الحمد لله، الشكر لله، ثم طبعا لكل من ساندني ان انا اوصل مثل ما نقول لحلم العمر تخرج، ويا رب ان شاء الله عقبال الماجستير وعقبال الدكتوراه يا رب. فرحة لا توصف وشعور جميل جدا، ألف مبروك للخريجين. شعور جدا يعني جميل، واحنا يعني هذه فرحة العمر، والحمد لله صح احنا تخرجنا قبل سنتين، ولكن الحمد لله رب العالمين ان على الاقل فرحنا اليوم، ويعني خذينا شهايدنا.